اخوان هذا الشيء هذا كاين اللي تيتشرى من الميزانيه ديال المركز بحال هادو حنا اللي تنشريوه تدير 174 درهم الوحده لان الناس هادو تصرفوا المرض النفسي المرض العقلي الله ينجينا كاملين ومن يكون عندنا واحد في الدار راه تيوكل اذا فالحليب ضروري خصهم يشربوا هذا تنشريوه من فلوسنا كاين مجموعه ديال السكر تنشريوه فرماج تنشريوه اللي ما تيتشراش عندنا بحال مثلا الزيت تيجيبوها المحسنين هذا تيجي من المعمل عند الاحسان ديال صاحب المعمل الله يجزيه بالخير كاين مثلا المطيشه ديال الحب كاين هاد القطاني ولكن في نفس الوقت كل ما حسينا بان هناك نقص تنشريو من الميزانيه ديال المركز تنشريو من الميزانيه ديال المركز باش هاد الناس هادو راه ما يمكنش يجلسوا بلا الماكله ديالهم اكثر لحقاش دابا حنا عندنا مسؤوليه في دار المسنين تنشوفوا كيفاش الماكله ديال دوك الناس تنشوفوا الماكله ديال هاد الناس يعني الدواء تيمكن بزاف والاخوان والاخوات المستخدمات هنايا دايروا على رأسهم الاستاذه نعيمه الحديثه العالمه دايرين واحد المجهود ديال ترشيد النفقات بحيث انه لو كنت انا تنسير هذا الشيء كون هذا الشيء طبينا فيه شحال هذا ما نعرفوش حنا هذا الشيء ما نعرفوليش غادي ندوزو تشوفوا كيفاش تتعامل مع هاد الاشياء البارح اللهم لك الحمد مول البارح جا غدا هذه بين قوسين جا غدا ديال واحد المحسنين فيه الدجاج واللحم و 30 لتر ديال اللبن والبارح جات الدجاج عرفت مع الدجاج والبارح كان ديك السكسو واللحم 30 لتر ديال سميتو ديك 3 ديال الدلاحات ثلاثة راه 5 اللي تقطعوا البارح هي 8 الدلاحات تبارك الله عليك من ناحية الماكلة اللهم لك الحمد لله إذا كان شي حاجة أخوزي فوزي أتكلم أستاذ فوزي الرئيس فوزي شوفوا هنا إذا كان شي حاجة إخوان الكرام كملوا إذا كان شي حاجة تتأرقنا هي مواد النظافة مواد النظافة الإخوان راه يمكن تجي تلقى عاب تمشي دير بلوزة أخرى تتلقى لأن كيخرجوا في واحد الكبيرة كيف ما قلت الإخوان الكبيرة هاد الناس هادو أغلبهم خصو ليكوش وما أدراك ما ليكوش وليكوش معناه أن حتى تبغي تبدل فين تيدوب جوج مرات في النهار جات 30 حبة جات 30 حبة بها خشب 30 حبة بها خشب نعم إذا إخوانا هذا وهذه الشريفة لأن نهار الجمعة جاء إحسان باللحم. هذه المرافق الصحية المشتركة ديال الرجال هنا مشتركة وهذا حمام ديال الرجال حنا هنا عزيز نعم قول للإخوان يجيو ليا باش نتفاهم تفضلوا الإخوان حنا على حساب التصوير
السمايك اللي يتصاوب كان فيه واحد في الكوار وما دارش لا شومبر في الوار ما دارش لا شومبر في الوار وفوقاش شعرنا بالاهميه ديالها في العيد الكبير بحيث انه في العيد الكبير المحسنين الله يجازيهم بخير رغم حداثه عهد المركز استطعنا الاطار التواصل باش نحصلوا على عجله من السعود الكبش ماشي خروف السعود الكبش وحفلنا اش نديروا فين نديروا الاستاذه جميله جزاها الله خيرا اتصلت احدى المحسنات اللي ما كانتش تجي العشيه حتى جابت لنا خمسه ديال الكونجيلات في نفس اليوم يعني كنا تنحسوا اش غادي نديروا خارجين الحفله اللي هنا مصيبه هما تيديوا اللحم تخليه هنا مشى يعني ما دير له بالدين ما يمكنش فكان هذا العمل هذا اللي دار شنو اللي درنا حنا في ذاك الوقت هو انه يوم العيد الكبير واليومين اللي مثل هذه العيد الكبير عاشوا هذا الاسلوب الاثنين جميع الطقوس اللي تنعيشوها في الحياه من تقيه بيضوار ومبخر وشوار ورفاف جميع الطقوس ومن جميع الطقوس ومن بعد قسمنا اللحم على ديبار هذا راه ماشي لحم العيد الكبير العيد الكبير جدا ولكن شنو اللي عندنا دابا اللهم لك الحمد خصكم تعرفوا انتم كاعلاميين وتنقلوا هذا الشيء راه المحسنين في المغرب تطور الاحسان ديالهم بواحد الدرجه ديال انه ولات ديال الاطار على ان عنده اسبوع تيذبح ديال السميه وياكل شويه ديال الكبده وداك الشيء ويجيب لك السقيفه كامله اذا راه ولا واحد تيدير وزيعه تيجيب لك حق اذا فاللهم لك الحمد هذه 10 اخوات وحنا ما شريناش اللحم باستثناء الدخول ديالنا شي ما عرفاش كنا غادي ندخلوا وكنا تنقولوا للصاد يجي شي واحد يقول نعطيو ولا سميتو نعطيو ولا كنا ما عرفتش حتى هو الصحاب الاخوان هذا الدور اللي قلت لكم ديال التاوين ديال الاخوات اللي هما كاينين هنا مكتبا وجمع ومستخدمين هنا راه عندها 30 اش قلتي لنا لنا هنا هنايا اذا هنا هي لان هذه الاخوات والاخوان اللهم لك الحمد ما اعطاناش الله عمال او مستخدمين اعطانا الله اخوان يشتغلوا لنا بالقلب وانا نعطيكم المثال في الاستاذ نعيم اسمح لنا ما درتش عليك السي جواد اخت نوال ومصطفى والاخوان الثاني اخت نوال اخت نعيمه هي تتشتغل معنا هنايا بين كل اسبوع عندها يوم ديال العطله هو نهار الثلاثاء يوم الثلاثاء فين تتمشي تتهبط لنا المسلمين تغسل المسلمات ما عندهاش العطله الله يجزيها بخير وهنايا حنا ما نجيب انا يعني شخصيا وعلي بن نقول انا لا انا اعضاء المكتب يمكن ما نجيب شيء عشريا بفضل السيده المديره بفضل المنسق العام الاخ جواد بفضل السي مصطفى بفضل الاستاذه جميله بفضل الاستاذه هاني وبفضل الناس راه والله ما تلقى ودينا الى احسن مما كنا نتخيل وهذا الشيء هذا راه ماشي الكاميرا ساعده انا تنطلب من الاخوان انا السي عمر انا ندير له الدعوه مفتوحه عقلتي تنقول للاخوان جزاكم الله خيرا ما تشاوروناش عافاكم اجيو لان حيت تجيو تلقى شي حاجه ماشي هي هذيك وتقولوها لينا تتكون اديتو لنا خدمه اللهم لك الحمد فوق ما جات الجزائر الا تنكونوا حنايا مرتاحين واحد الراحه ديال الزمان سميتو معاك هنايا هذه اللي هنا فين كاين داكشي هنا عندها 30 برماد الحريره هذا اخواننا كاع مسلم الزمان اخوان هنايا اخوان والاخوات هذا المشاغبين هذا المواطنين تيجيبوا لهنا يوم جات لي قلت موتي وحيت كاين واحد تيجي بالمحسن تيجي بالزين كتجيب داك الشيء بالزين اللي شرط يتحقق هنا وهي معنى انه يوميا عندهم الموتي يوميا هذا الدجاج البني عندنا 14 انا عارف عندنا 14 في الروج بالدين هذه الحسبه اسمعني اسمعني هزوا حمي عزيز عليه لا جات كرواز ما فيش كرواز اخطر حاجه كرواز اخطر حاجه انا هذاك داخل فيه تيجي كرواز راه موش
عزيز عليها اما الروميه اما الجمليه والكرواز الا ما زيد الدرواز شي حاجه اخرى ايوا اخي الكروازي والهزيل وكل شيء هذا المحسنين جبنا غير الكري وجيب معنا في التوزيع ديال حنا بالنسبه لينا راه تيموتون الناس كيف تيموتون العائلات فالدفينه اللي كنا تندفنوهم في المقبره ديال الجمعيه الخيريه الاسلاميه اسمحت الاستاذ معنا كنا تندفنوهم في الجمعيه الخيريه الاسلاميه الحمد حنايا ولكن الحفير وداك الشيء داك الاخ اللي تما مقيم هو اللي كان تاي لكن تتجينا الصعوبه نظرا لاننا مفتقدين لوسيله النقل وتتبقى الترانسبور ديال الامبيلونس وداك الشيء وكذا الاستاذه نعيمه والمديرات دارت اتفاق مع القايد ديالك وشفتوا مع دابا مازال ما غنبقاو فين هنايا باش تسهل علينا الامور بلاستيك.
تسجليه على انه خدا الجرعه ديالو. وهذا بالنسبه للامراض الاخرى بالنسبه عرفت هذيك الجمع هذيك الخلافه الله يجازيكم بخير. ارتفاع الشارقه الشركه بين الجمعيه وبين الجمعيه وزاره الصحه جات واحد الدوطاسيون ديال الدول اللي ما يمكنناش حنا نخدموا في واحد الحجاج نظرا لان حنا مقيمين بحال سيدي سعيد ومنطقه الساعه ديال قليله تواجهنا اجل على حساب فاش كنا كنكونوا جمعيه رجعنا مع المندوب ديال الصحه اننا نديو هذه الجمعيه والجمعيه ديال الابتزاز وداك التوعيه ديال الامراض النفسيه باش ما يديروش واستفاد من المركز من واحد الكلمه ديال مدينه الدواء راه واحد السلف ديال الدواء اللي ما كانش في وزاره الصحه كيديروا تشوف بالصفر يا ميديزا ولي زابي هذا واحد الدواء اللي ما قلت حتى في Next up. Next up.